مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في ثالث أسبوع ورابع أسبوع إلى نهاية الشهر. الطاقة العامة لكم يا برج السرطان إن في شخص في موقف أنت خسرت فيه في السابق، ما اختاروك، ما حصلت على اللي تتمناه، سواء شخص أو حتى وظيفة أو أموال. هذا الشيء راح يعوض بفرصة ثانية أفضل، سبحان الله، راح تتعوض من بداية إن شاء الله. يبتدي هاي الفرصة الجديدة ترد تدخل حياتك، بس مو فرصة قديمة أو مو شخص قديم، لا، أحس هني بما أن عندنا السيف الأول فرصة جديدة. لما تبتدي تمشي طريقك والناس يلاحظون أن أنت بديت تصير سعيد مرتاح، بديت تحصل مناك، لأن هم قاعدين يشوفونك أنت راح توصل إلى مستوى مستوى فيها نوع من الملكية، نوع من المنصب، أوكي، ترقية، شيء فيه فخامة، لأن عندنا هني ملك الأكواب. فيبتدون يحاولون بسرعة يرجعونك إلى صفهم، أو بسرعة يرجعون في حياتك. فأنت هني مطلوب منك الحذر، وأيضا إنه ما تنظر إلى الوراء. نشوف عندنا طاقة أول أسبوع، تريجر آيلاند. هاي الكارت أيضا طلع في قراءات سابقة، يتكلم عن جزيرة الكنز، فرصة جديدة غير متوقعة. نبتدي بداية الشهر ونهاية الشهر هني يتكلم لك عن الفرص اللي غير متوقعة، شيء ما حطيته في بالك. شوف، في شيء انت سعيت له، شيء او علاقة او شخص او منصب، حتى مشروع سعيت له في السابق ما نجح، مو هذا هو الشيء اللي راح يصير، لا، شيء جديد افضل منه، شخص جديد افضل منه، ما توقعته، ما اتى في بالك، ما فكرت فيه. من شروط هذا الشيء الجديد انه شيء انت ما فكرت فيه قبل، ان هنا يجمعك مع الصدفة، الصدفة اللي تخلي هاي الفرصة أو الكنز المدفون ينفتح أمامك أنت. كأنما مثلا لو نفرض أن أنت كنت تتمنى تنقل إلى وظيفة أفضل، راح تلاقي أن وظيفة أفضل بكثير في شركة وايد صعب أن أحد يحصل فيها على وظيفة، في مكان جدا صعب الوصول إليه، تفتح أبوابها أمامك أنت، أو يتم استدعائك أنت، لأن هنا عندنا مدينة الكنز ويرافقها من أوراق التارو خمسة الأكواب والسيف الأول. قلت لك هاي الفرحة اللي راح إن شاء الله تدخل حياتك، الفرصة، الكنز، فرصة ذهبية ما تتعوض ترى. هذه ما دخلت حياتك من فراغ، هذه داخلة من بعد فترة تعب، من بعد فترة أنت خسرت فيها الكثير. أحس هني بما أن عندنا طاقة الأكواب، خسرت فيها حتى نفسيا مو فقط ماديا، ما كانت خسارة مادية رقم الخمسة كثر ما هي أقرانك، زملائك، أصدقائك. إن دائما كنت تفكر أن اللي في سنك حصلوا أسرع منك وأفضل منك، لأن الخمسة هو دائما رقم مقارنة، فتأتي عقب مرحلة خسارة، خسارة معنوية، أوكي، خسارة معنوية، أو أنا مثلا أقل من غيري. ولكن يصاحبها السيف الأول، سيف الانتصار. هذا السيف لما نشوفه يشجعك على أن تاخذ موقف، يعني هاي الفرصة اللي قدامك ما تتحمل ان انت مثلا تقعد تفكر وايد، وهني ترد ترجع لطاقة الماضي، ترد تفكر في الماضي، انا قبل خسرت فالحين شلون، مو معقولة، مو مصدق. هني طاقة عدم التصديق ما يتحملها الموقف، لان عندك سيف، السيف هو طاقة الابراج الهوائية، طاقة العقل، طاقة الحقيقة. ما في شيء قدامك مو حقيقي، اللي قدامك هذا حقيقي، وان كان شيء جدا غريب أو شيء ما توقعته، ولكن حقيقي، مدعم بسيف، مدعم بشيء صلب، أوكي، بشيء صلب. الأشخاص هني الجديدين، الفرصة الجديدة، ما راح يخذلونك مثل القبليين، ما راح يتنازلون عنك، ما راح يكونون متذبذبين، ما في تذبذب هني في الفرصة الجديدة، ما في يمكن ناخذك يمكن ما ناخذك، يمكن أنت يمكن غيرك، لا. فهني شلون تقولون لي مثلا، بعضكم يقولون الطاقة ما تحققت، الطاقة لها شروط، لها علامات، أنا عطيتكم هني من علامات الطاقة إن تكون طاقة أكيدة، طاقة شيء أو شخص أو موقف أو فرصة متمسكة فيك، ما فيها خوف، أوكي، ما فيها إي ولكن يمكن، لا أبدا. إنزين، طلع لي كارت Here and Now، Here and Now، بما معناه هذا الكارت يتكلم عن الحاضر. قلت لك ما يتحمل منك الموقف انك تاخذ حتى 5 دقائق تفكر في الماضي، عندنا الباست،
أو الفيوتشر، لا الماضي ولا المستقبل، ما يصلح وما راح يساعدك. كأنما هني اللي يقول لك يا ترى أنه محتاج بسرعة تاخذ قرار في نفس الوقت، أول ما تسمع أنه مثلا هاي الوظيفة انفتحت قدامك على طول تقدم، على طول تسعى، ما في وقت أن أنت تضيع تقول أنا الحين شلون أحس، أو أنا الحين يعني إذا وافقت على هالوظيفة معناته راح أترك شيء في الماضي، راح أترك شخص من الماضي، راح أشتاق. لأن أنت هني ما أدري ليش أحس أنه يا برج السرطان تفضل أن تظل في طاقة الماضي، الطاقة اللي خسرت فيها، لأن لحد الآن عندك أمل بخصوص شيء من الماضي، فرصة قديمة ترجع لك، اللي قاعد يرجع لك مثل الحق الضائع ولكن حق جديد، أبدا ما له علاقة في الماضي. فالشيء الوحيد اللي ممكن يأخرك أنه ما تحقق هالطاقة هو انتظارك لشيء من الماضي. لأن هني طاقة التارو وايد واضحة، هنا عندنا سبعة الأغصان، أوكي؟ مثل ما قلت لك ما يتحمل منك الموقف أنك تأخذ وقت طويل لحد ما تفكر ولحد ما تحلل الأمور. ثلاثة السيوف هني طاقة شيء صادق في الماضي، يمكن جربت كذا مرة إن شيء ينجح من ناحية الحمل، من ناحية إن تحصل على وظيفة معينة تفتح لك مشروع في هذا المجال. ترى قاعد يقول لك صح، وفي اعتراف إن في شيء عندك كذا مرة في تكرار في الفشل مع نفس الشخص ومع نفس الفرصة، ولكن مو بمعناته إن للأبد ما راح تتحقق لك هاي الشيء. لأن هنا عندك سبعة الأغصان، كأنما أحس من تبتدي أنت تقرر أنه راح خلاص تغتنم الفرصة وتدخل في هذا الشيء الجديد، هني أنت موجود مستقر طاقة الحاضر. من تتربع أو تمسك بالفرصة الجديدة بتشوف على طول شخص من المكان القديم، من القصة القديمة، يحاول يسترجعك. أوكي، دائما كذي تكون نوع من الكارما، نوع من كأن الحياة تختبرنا إذا احنا فعلا مستعدين نمضي قدما ولا لحد الآن عندنا شيء يعيقنا من الماضي. الحياة نفسها تختبرنا، تعطينا فرصة جديدة لكن تعطينا في نفس الوقت طعم. شنو راح يكون الطعم؟ شخص أو شيء إن دائما كان عندك نوع من الحنين إليه. هني شيء يخص القلب ترى، مو معناته شيء عاطفي، لا، معناته شيء يوم من الأيام لمس قلبك أو حس في خاطرك إن ليش غيري قدر يحصل هالشيء أنا ما قدرت أحصله، ليش غيري قدر يحمل، ليش غيري وافقوا على طلبه، ليش غيري تزوج أسرع مني، وتنتهي تقصري، تستمر طاقة المقارنة عندك. فلما يرجع لك نفس الشيء القديم يرد طق بابك، هني عندنا الباب، صعب إن أنت ترفضه، لكن الطاقة هني واضحة من التارو إن الشيء اللي خسرت فيه كذا مرة لازم تشيل بالك عنه وتشيل طاقتك منه عشان تقدر تلتفت للحاضر اللي عندك. سبعة الأغصان هذه طاقة الدفاع، الدفاع عن اللي تملكه في الحاضر. فإذا أي فرصة جتك من الماضي أو أي موقف يستدعيه يحاول يسحبك إلى الطاقة القديمة، أنت قف شجاعا وقف هني في طاقة المواجهة، المواجهة بشراسة، المواجهة بشجاعة. أوكي، لا تخلي شيء يعيقك، ممكن يكون شخص، ممكن يكون موقف، ممكن يكون نداء في الوظيفة. لو سمعوا انك مثلا راح تغير وظيفتك او حصلت على عرض وعقد افضل، على طول بتشوفهم ينادونك، يبدون نوع من الاهتمام، نوع من الاهتمام ما كانوا يبينونه لك قبل. عشان تدي اقول لك الموضوع شوية راح يكون قريب من قلبك، يثير فيك شيء من العاطفة. اوكي، لان شيء افتقدته قبل والحين مستعدين يعوضونك به، ولكن مو من أجلك أنت، لأن حاليا عرفوا قدرك، لا، لأن ما يبونك ترحل. رحيلك راح يخلف نوع من الفراغ بالنسبة لهاي الأشخاص، سواء كان شركة، كان انتقال بعيد عن الأهل، كان انتقال من شريك إلى شريك أفضل. أوكي، الطاقة الوحيدة اللي قاعدة هني تقاومك هي طاقة الماضي، وهني عندنا سهم للماضي وسهم للمستقبل. أنت حين في الحاضر، في الحاضر الشيء اللي تبيه هو بيطرق بابك، راح تسمع عنه خبر. اوكي، مثلا راح اعطيكم مثال ثاني، شخص معين كنت دائما تحلم بالارتباط فيه،
راح وارتبط عنك، مشى في طريقة وارتبط بشخص ثاني أو كمل حياته. أنت الحين وصل إلى مرحلة في حياتك انفتح لك فرصة جديدة في جزيرة الكنز، وتقدم لك أو تعرفت على شخص جديد. هني أنت ماشي على الطريق الصح، لأن أنت في طاقة الحاضر الحين أو في الأسبوع الثاني من أكتوبر. شنو بتكون عندك المقاومة؟ بتشوف أن نفس الشخص اللي تمنيته من زمان في هني خط زمني، أوكي؟ شخص تمنيته من زمان، فرصة تمنيتها من زمان، الحين حتى أنت بينك وبين نفسك تقول إيش معنى الحين هذا الشخص الحين قال لي راح ينفصل وراح يرتبط فيني مثلا، أو يجيك عنه خبر أنه على وشك الانفصال، أو يجيك عنه خبر أنه هو يسأل عنك الفرصة اللي، أو يجيك خبر أنه مثلا راح يعطونك المنصب اللي أنت صار لك وايد تنتظره. في النهاية هني هني محتاج أن تقاوم رغبتك في الرجوع أو الحنين إلى الماضي، سواء كان في حياة عملية أو غيرها، أوكي؟ في الأسبوع الثالث، not for you، ليس لك الفرصة ها. بتأكد هني ثبات زيادة، اثبت زيادة. أحس هاي الكرت دائما يكون في طرفين يحاولون يغرونك، فيها طاقة الطعم، أوكي؟ يحاولون يخلونك تاخذ تنضم لهم أو تاخذ موقف، يعطونك طعم، يستفزونك شوي. فهني كأنما يقول لك في الأسبوع الثالث اثبت زيادة على قرارك، قرارك كان صح، قرارك هو اللي راح يوصلك للشيء اللي انت طالما تمنيته. احسيني كأنما برج السرطان اخيرا اخذ قرار جريء راح يحول حياته الى مكان هو طالما تمناه، مو امنية جديدة، ولكن الطريقة، الشركة، الشخص هو اللي يختلف، الامنية نفسها. عندنا ملك الاكواب والسيفين بالضبط. احس هني في ثالث اسبوع، سوري على حركة الكاميرا، في ثالث اسبوع، اوكي، راح ياخذون هاي الاطراف اللي يحاولون يرجعونك الى الماضي، ياخذون خطوة زيادة، يحطون فيها اغراء زيادة او طعم زيادة عشان يخلونك تظل معاهم او تظل مقيد، تطلع على عينك نوع من الغشاوة، مو قادر تتحرر. كأنما يشجعونك ان مثلا جدد العقد على الأقل 6 شهور زيادة، أو خليك معانا شهر زيادة، أسبوعين زيادة، عرفت؟ لآخر لحظة يحاولون هني يخلونك في محيطهم، يخلونك نوع من السجن، نوع من السجن النفسي، نوع من السجن العقلي النفسي، أوكي؟ لأنهم كأنما يعرفون شلون يتعاملون معك، يعرفون بأي أسلوب، بس أنت ملك الأكواب. هذا الكرت يقول لك ثق بحدسك، اوكي؟ لما تحس ان في شيء غلط، لما انت بينك وبين نفسك تقول ايش معنى الحين، في سبب الله خلى هذا الشخص او هاي الفرصه، تمنيتها وايد بس ما جتني، ولما تمنيت شيء غير بسرعه تسهل لي. كانما هذا الكرت بعد يقول لك خذ المتيسر وخلي المتعسر، في سبب ان هذا الشيء المتعسر كان دائما متعسر عليك، لان اصلا not for you، مو مكتوب لك من البدايه، مو من مصلحتك انت، الله يعلم، احنا ما نعلم ترى كل الاسباب، احنا ما نعلم بعدين السيناريو شلون راح يصير، بس الله يعلم. عشان كذي كان دائما مصعب علينا، مثلا احد منكم حاط في باله راح اهاجر الى الدولة الفلانية، راح اهاجر امريكا، اهاجر امريكا، اهاجر امريكا، يشوف دائما امامه معوقات، من يغير رايه يقول بدل ما اهاجر امريكا راح اهاجر مثلا كندا، تشوف السهالات تنفتح امامه، الابواب، الطرق، السبل تنفتح قدامه، اوكي؟ فهني كأنما ثق بحدسك، ثق بالاشياء اللي انت ما تقدر تشوفها، لا تنسى هني في غشاوة، ثق بالاشياء اللي انت ما تقدر تشوفها، بس تعرف ان في اسباب خفية من الخالق سبحانه وتعالى وراء هاي التعسير، وراء الحين بعد التيسير في مجال ثاني، فرصة ثانية مع شخص ثاني، اوكي؟ اخر اسبوع، سيرندبيتي، هذا الكرت يتكلم عن محاسن الصدف، محاسن الصدف. شوي طاقة غريبة كأنما تاخذك إلى مكان جدا مختلف عن الطاقة اللي احنا ماشيين فيها شهريا، ولكن عندك 6 سيوف مع كرت الإمبراطورة. شوف، راح الصدفة راح تجمعك بشخص، انزين، راح تجمعك بشخص احس هني انت تعرفه قبل،
عندك نوع من المخاوف ان انت تاخذ هاي الفرصة الجديدة وان كانت وايد مغرية، لان كل شخص مألوف بالنسبة لك، كل البيئة اللي انت اوريدي متعود عليها في المكان القديم، هذه احد المخاوف اللي انت تواجهها. ولكن هنا كأنما طمأنة في الاسبوع الرابع ان انت هناك راح تصادف اشخاص وايد يشبهونك يا برج السرطان، اما تعرفهم من الماضي، اصدقاء، زملاء عمل، سمعت عنهم، شفتهم في التلفزيون، يقربون لك، اوكي، اشخاص مألوفين، لان هي تكلم عن الصدف او مجال، هني كأنما في صدفة انت لا تستغربها، وظيفة كنت دائما حاطنها في بالك او مشروع معين دائما تنتظر مثلا موافقة عليه، دائما يكون في رفض. فهني بتشوف عندما قررت ان انت تاخذ نفسك وتمشي وتبتدي في مكان مختلف، بتشوف الصدفة نحين تهيك الموافقة. لا تستغرب، هني قلك لا تستغرب من الصدفة وتقول ايش معنى، هل الله سبحانه وتعالى يكرهني؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يبي يعطيني اللي أبيه؟ ايش معنى كان الشيء مغلق والحين انفتح؟ لأن الشيء مو لك، مو من مصلحتك، في صدفة راح تصير، اوكي، ولكن الصدفة لصالحك، تأكد من هذا الشيء. برج السرطان راح ينفتح مجال لغيرك كان مغلق عنك انت، وانت ايضا ينفتح لك مجال جديد، فلا تستغرب، ولكن تأكد ان المجال الجديد اللي انت راح تدخل فيه، شو اقول لك، عندك ستة السيوف مع كارت الامبراطورة، الانتقال الى هاي المرحلة الجديدة راح يأتيك بافضل ثمار، بأفضل ثمار، نتائج أفضل. ونتائج دائما الإمبراطورة تتكلم عنه، إحنا مثلا نزرع بذرة، البذرة تتحول إلى شجرة، شيء من جهودك يتضاعف، بدل ما في هاي العمل الجديد أو المشروع الجديد تضطر تصبر 10 سنوات عشان تلاقي جهودك تثمر، راح تلاقي إن الوقت يقل، قدراتك تزيد على ان انت تقطف المزيد من الثمار. عرفت قصدي؟ المزيد من الابندنس. الابندنس هو الوفرة، وفرة اكثر في هاي الفرصة الجديدة، وان كان مثلا الناس يختلفون معاك، لان هني في صدفة، الناس بيقولون لك لا مثلا الهجرة الى امريكا افضل، او الشركة القديمة او الشركة الفلانية افضل، ايش معنى انت اللي راح تروح هاي الشركة اللي يمكن الناس ما يمدحونها، بس حقك انت بالذات الصدفة، الانتقاء، لان هني 1+8=9، انت بالذات هاي الفرصة اللي الناس يستغربون منها، شلون بالعادة ما تنفع حق احد، حقك انت راح تنفع. عرفت قصدي؟ مثلا مجال الكل يقول لك لا تدخله، مجال ان انت تفتح مشروع، خلينا نقول مطعم، او انت تفتح مشروع كوفي شوب، راح يقولون لك مثلا صار في اكتفاء في هذا المجال، اوكي، ولكن تساهيلك قاعدة تروح في هذا الخط، حقك انت راح ينفع، حقك انت راح يكون في فرصة وفرة، بس مو فرصة، اكثر من الفرصة وفرة. اذا غيرك احتاج 3 سنوات عشان يثبت نفسه في هالمجال، انت تقل عندك المدة، تقل الجهود عشان تبني اسرع، البنيان اسرع يصير عندك، اوكي. ستة السيوف، ماذا احس وايد في انتقال هني، عندنا طاقة انتقال، ان انت تحمل اغراضك، اوكي، وتنتقل الى مكان جديد، سواء دولة جديدة، مدينة ثانية، او ممكن الوظيفة الجديدة، هاي الفرصة الجديدة تطلب منك ان انت تتنقل اكثر، تسافر اكثر، طاقة السفر، اوكي. والحين بسحب لكم كرت الطاقة الحيوانية، بفلو، البفلو عنصر ارضي، اوكي، وثابت جدا، يعتمد عليه، يعتمد عليه اكثر مما انت تتصور. في مخاطر، بالضبط هاي اللي قاعده، اللي انهيت هني انا فيه هني القراءه، في مخاطر معينه راح يخوفونك منها الاشخاص اللي حولك، رغبه منهم ان يبقونك في المكان القديم. لكن البفلو دائما الجاموس اتوقع، او الجاموس البري، دائما يتنقل، لانه يعرف ان الوفرة في المكان الجديد، فهذه كأنما تشجعك على انك تطلع من المنطقة المريحة اللي انت متعود عليها. اذا انت ناوي على تغيير معين اقبل عليه، البفلو قوي جدا، اوكي، فاي صعوبات
انت تفكر فيها او حتى الاخرين يخوفونك منها، ثق تماما ان انت قادر على التغلب عليها، قادر. اوكي، قوتك الداخلية، قوتك الجسدية، التسهيلات اللي راح تأتي في طريقك راح تكون اكثر مما تتصور.